أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، وإليكم أبرز العناوين. العربي الجديد: حكومة الكاظمي في قفص الاتهام بعد قرار تسبب في ترحيل مئات الأسر جنوبية بغداد. المراقب العراقي: سرقة الحقوق تهدد بانفجار الاحتجاجات وشرائح مظلومة تتهيأ. العرب اللندنية: ميليشيات إيران تخشى تسوية في الملف النووي تنعكس سلبا على وضعها. وفي تقرير للقفص الكويتية: مرحلة بايدن المقبلة أكثر خطورة وأشد صعوبة. من المقالات: لا ثوابت في السياسة لأثير ناظم في المدى العراقية. ويكتب رشاد فاروق في الوطن البحرينية: مراكز القوة العالمية في القرن 21. فاصل وتأتيكم التفاصيل. قالت صحيفة العربي الجديد إن حكومة الكاظمي في قفص الاتهام بعد قرار تسبب في ترحيل مئات الأسر جنوبية بغداد بمصادرة الآلاف من الهكتارات الزراعية في مدينة اللطيفية والمأهولة بمئات الأسر الناشطة في الزراعة ومنحها لصالح مديرية الإسكان العسكري التابعة لوزارة الدفاع. وقد أثار القرار غضبا شعبيا واسعا، معتبرين ذلك ضمن مشاريع التغيير الديموغرافي الذي تدفع ميليشيات وقوى سياسية نحوه بدوافع طائفية. عنونت صحيفة المدى العراقية: المحاضرون المجانيون يدخلون على خط الاحتجاجات بإعلان النفير العام. وأغلق المئات من المحاضرين المجانيين مبنى مديرية التربية الناصرية للمطالبة بتضمين الموازنة فقرات تنص على تعيينهم أو التعاقد معهم. قالت صحيفة المراقب العراقي إن سرقة الحقوق تهدد بانفجار الاحتجاجات وشرائح مظلومة تتهيأ، حيث تعد هذه الشرائح متضررة ولم يتم إنصافها في موازنة 2021 التي سميت موازنة المقاولين، وأن الشباب الثائر بصدد الشروع بحراك شعبي ضد التعسف الذي تعرضوا له. قالت صحيفة العرب اللندنية إن الحوار الاستراتيجي عنوان فضفاض لمفاوضات أمريكية عراقية بشأن تواجد القوات العسكرية. ويظل الوجود العسكري الأمريكي على الأراضي العراقية المدار الأساسي للحوار، أما باقي المحاور السياسية والاقتصادية وحتى الصحية المرتبطة بجائحة كورونا فهي بمثابة أوراق ضغط بيد الجانب الأمريكي. وفي عنوان آخر أكدت العرب أن ميليشيات إيران تخشى تسوية في الملف النووي تنعكس سلبا على وضعها. وتثير المفاوضات الدولية بين إيران والقوى الدولية مخاوف واسعة لدى ميليشيات طهران التي لا تخفي قلقها من إمكانية حدوث اختراق يفضي إلى اتفاق يهدد وضعها. وفي تقرير للقبس الكويتية: مرحلة بايدن المقبلة أكثر خطورة وأشد صعوبة. يقول التقرير: الرئيس الأمريكي جو بايدن متحمس بشدة بشأن خطته الجديدة، وقال: لقد تم انتخابي لحل المشاكل، لذا ووفق صحيفة الجارديان البريطانية صمم الرئيس بايدن على أن يلعب بهدوء من دون إثارة أي ضجة قد تؤجج انتقادات اللاذعة في بلد منقسم. ومقابل هذا الطموح السياسي، أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن بايدن قد يصطدم بواقع صعب وزيادات ضريبية. أما الآن فأنقلكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير.
في زاوية مقالات لا ثوابت في السياسة لأثير ناظم في المدى العراقية. يقول الكاتب: كم من حرب قامت على مفاهيم إنسانية بالعلن لكن الباطن غير ذلك تماما، وكم من مشروع عالمي صيغت نقاطه الأساسية وفق نظريات سياسية وفكرية، وهو بالأساس صيغة وفق منطق القوة والنفوذ. وبالمحصلة فإن كل التجارب تحدثنا عن أن المتغيرات الحاصلة هي بالحقيقة ثوابت تتعامل معها الدول وفق مصالحها وأهدافها. ويكتب خطار أبو دياب في العرب اللدنية: دلالات الاستدارة الإيرانية نحو الصين. ويرى الكاتب أنه بالرغم من كل المتاعب والتعرجات والتجاذب المفتوح صعودا وهبوطا مع واشنطن، نجحت إيران في فنون المناورة كي لا تكون أراضيها مسرحا لصراعات الآخرين. إنها لعبة مصالح وتوازنات في المقام الأول، لأن الصيغة الجديدة للعولمة ترفع لواءها بكين وتسلم بها طهران، وما الشعوب فيها إلا مادة صراع دولي. ويكتب رشاد فاروق في الوطن البحرينية: مراكز القوة العالمية في القرن 21. ويشير الكاتب إلى أن العالم يتطلع حاليا إلى مفهوم جديد في العلاقات الدولية يقوم على تعددية الأطراف وعصر جديد للشراكات العالمية تستطيع الدول العظمى من خلاله حل النزاعات والقضايا الدولية والتهديدات التي بدت تؤرق المجتمع الدولي. سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة بعد قليل الأستاذ مكي نزال، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. يسعدنا تفضلكم بمتابعة الحوار. أهلا بكم مجددا مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب بضيفي عبر الهاتف من عمان الأستاذ مكي نزال، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. مرحبا بك أستاذ مكي إلى هذا الحوار. مرحبا بكم وبمشاهديكم الكرام. مرحبا بك. هذه الحلقة مخصصة للذكرى 18 للاحتلال الأمريكي للعراق التي تصادف اليوم 9 نيسان، ونبدأ الحوار من الأوضاع الصعبة التي يعيشها العراق جراء الاحتلال الأمريكي له في عام 2003. كيف تصف مرحلة احتلال العراق وتداعياتها؟ الاحتلال احتلال، وكل احتلال هو كارثة، لكن هذا الاحتلال امتاز بكونه احتلالا مدمرا. أول ما قدم الغزاة إلى العراق فككوا جيشه وبعض وزاراته وخلقوا الفتنة وزرعوا الفوضى في البلد لكي يتمكنوا من السيطرة عليه، وبهذا فقد جعلوا من العراق الذي كان بالرغم من الحصار يعيش في نوع من الأمن والاستقرار، خلقوا منه بؤرة للفوضى والقتل والدمار والخراب. نعم، بدايات المقاومة العراقية للاحتلال الأمريكي كانت في مدينة الفلوجة. بماذا اتسمت تلك المرحلة برأيك؟ المقاومة هي نتيجة طبيعية للاحتلال، وهذا الاحتلال لما بدأ يتنمر في أول أيام قدومه إلى العراق ظهرت فورا بوادر معارضة شديدة في البداية، تمثلت بتظاهرة سلمية، ولما قام الجنود بقتل المتظاهرين بوحشية عرف الجميع أن هناك رد فعل سيكون قويا. المجتمع العراقي رفض الاحتلال وعلى ذلك ناهضه ثم قاومه. المقاومة كانت مشرفة وكانت محلية 100%،
وكانت لها نتائج مدمرة على الاحتلال وعلى جنوده وعلى قيادته. المقاومة فعل مشرف كان لابد منه في العراق، وبدأ في الفلوجة لأسباب كثيرة، أهمها أن هذه المدينة طالما رفضت الاحتلالات والفجور الأجنبي. طيب، كيف تنظر إلى العملية السياسية الجارية في العراق بعد مرور 18 عاما من معاناة العراقيين؟ العملية السياسية هي عملية مصطنعة، عملية مقصود منها دوام سيطرة الاحتلال على العراق، مقصود منها أيضا أن يبقى العراق ضعيفا، أن يبقى العراق خانعا. ولذلك فقد أتوا بأشخاص لا يمكن أن يعمروا، ولكن هم أشخاص مدمرون، هم أشخاص فاسدون، فجاءوا بكل هؤلاء لكي تستمر الحالة المتعبة للعراق، وأن يستمر الشعب العراقي مشغولا بلقمته وأمنه لكي لا يلتفت إلى قضايا مهمة في مصيره وكرامته وحياته. بماذا تصف ثورة تشرين الشبابية التي رفع شبابها المنتفض شعار نريد وطن؟ يعني من شعار هذه الثورة نعرف أن الوطن قد ضاع، وأن الوعي وإن جاء متأخرا بعض الشيء في بعض المناطق، لكن الوعي جاء ليرفض الاحتلال وعمليته السياسية وتبعاته، وليطالب باسترداد وطنه الذي ضاع منه بالاحتلال، والذي ضاع منه بهذه العملية السياسية البائسة التي استحوذت على مقدرات الشعب، ولم تكتفي بذلك بل جوعته وشردته ونكلت به. فهب الشباب ثائرين وقالوا كلمتهم وكلمة العراق للاحتلال ولذيوله. هل تعتقد أن ثورة تشرين ستقتلع الفاسدين والجاثمين على صدور أبناء الشعب العراقي بطائفيتهم منذ 18 عاما؟ ثورة تشرين هي شرارة لا يمكن أن تغير، لأن المجتمع الدولي كله مع هذا النظام الفاسد. إقليميا ودوليا هناك دعم لهذا النظام الفاسد لأسباب معروفة، ولكن لا بد من شرارة، والشرارة كانت كبيرة وكانت واضحة وكانت مؤثرة، وسوف تستمر مع كل كبوة ستصحو وتنهض من جديد. وأظن أنها كثورة 20 ستكون البداية لنهاية هذا الوضع البائس في العراق. ما تعليقك على جولات الحوار الأمريكي العراقي وانعكاسها على الواقع السياسي العراقي الراهن؟ جولات الحوار هي يعني أيام من أيام الاحتلال الطويلة، هناك دائما هذا الشيء لترتيب أمور الاحتلال ولترتيب الوضع الداخلي لعمليته السياسية ولوضعه الذي يريد. يعني هذا الحوار ليس جديدا، ولكن يعلن الآن لكي تبدو المسألة وكأنها بين دولتين ذات سيادة، بينما الحقيقة أنها جلسات لإملاءات وتعليمات تصدر من الاحتلال إلى السياسيين العراقيين والأحزاب والميليشيات، كلهم يأتمرون بأمر الاحتلال، وهناك ترتيبات توضع في هذه الاجتماعات ولن تكون ذات تأثير إيجابي للشعب العراقي أبدا. بالضبط، هي اتفاقية إذعان وقعت قبل الاحتلال ومستمرة للآن، وهذه الاجتماعات كما قلت هي لترتيب أمورهم وكيف يستمرون بوضعهم الراهن، وكيف يتصدون للشعب العراقي وأبنائه،
لا أكثر ولا أقل. برأيك كيف ستكون مخرجات الانتخابات العراقية المقبلة في تشرين أول أكتوبر المقبل، وهل ستشهد إقبالا من الناخبين؟ مجرد جزء من السيناريو الكبير الذي كتب للعراق، ويميز هذه الانتخابات أنها وما الانتخابات التي سبقتها أيضا أنها رافقت وعيا عراقيا لزيف هذه الانتخابات وتزويرها وكونها مجرد لعبة تستغل لخداع الشعب العراقي. لا أظن أن هناك إقبالا عليها، ولكن هناك أيضا تزوير في نتائجها، وسوف يقولون نعم حصلت انتخابات وفاز فلان وخسر فلان. نعم الأسماء مكتوبة، وسوف أنا بظني يعني الأسماء مكتوبة منذ مدة، وأن الانتخابات لن تؤثر بشيء سوى ربما تغيير وجه بوجه، أو هذه الأحزاب الجديدة التي هي أجزاء من الأحزاب القديمة ربما ستظهر بقوائم وديكورات جديدة أكثر من أقل. بماذا تفسر تغول الميليشيات التابعة لإيران في العراق وتدخلها المستمر بالشأن العراقي؟ الميليشيات لها أجندات أسست من أجلها، وهي ماضية بهذه الأجندات، وهي مدعومة من النظام الدولي والإقليم ومن الداخل من الحكومة. فلذلك هذه الميليشيات هي مطلقة اليد، تعمل كما تريد. يعني السبب الرئيسي في قوتها هو أنها مدعومة من الأطراف جميعا، وأنها لا تجد من يقول لها لا تفعلي ذلك. هي ممولة بقوة ومسلحة ومحمية، ولذلك لن تغير من سياستها ما دام الوضع على ما هو عليه. في الأساس كما قلت هناك اتفاقات وهناك ترتيبات، الذي سيكون الضحية هم العراقيون. الإيرانيون لا غبار عليهم، يلحقونهم بالجيش أو غير ذلك، أما العراقيون فسيستخدمونهم ربما في أماكن أخرى، أو ببساطة يستغنون عنهم. هذا المقاتل الذي يعتاش على راتب من كونه عضو في ميليشيا ويفخر بذلك، سوف يجد أنه مجرد سلعة تنتهي صلاحيتها حين يقرر صانعها. هنا نتوقع أن الكثير من هؤلاء سوف يصدمون، وسوف يكون مصيرهم مجهولا، ويلتحقون بصفوف الجياع والمشردين في العراق. ما هو السبيل لخلاص العراق والعراقيين من تداعيات الاحتلالين الأمريكي والإيراني؟ الخلاص ليس سهلا، الخلاص من الاحتلالين الأمريكي والإيراني في العراق ليس سهلا. هناك مسيرة طويلة من النضال يجب أن يخوضها الشعب العراقي، تبدأ بوحدة الكلمة ووحدة الصف ونبذ الطائفية وكل ما زرع الاحتلال من تفرقة في هذا البلد وبين أفراد شعبه. على العراقيين أن يتوحدوا وأن يتسلحوا بالوعي أولا، ثم بوحدتهم، ثم يتخذون الطرق التي يرتبونها. والشعب العراقي لا تعيه الحيلة، وقد جربنا في السابق أن العراق في السابق أقول في تاريخ العراق الطويل أن العراق كلما كبى نهض، وأنه قد حان وقت نهضته الآن. وكما قلت، أول خطوة يقوم بها الشعب العراقي هي الوحدة والوقوف صفا واحدا في وجه القتلة والمفسدين. الأمريكان والإيرانيون متفقون منذ قبل احتلال العراق، بل منذ الحرب العراقية الإيرانية. هناك خلافات ربما، هناك ترتيبات مختلف عليها ربما. أنا لا أعتقد أن حربا ستقوم إلا إذا كان الهدف هو ضرب العراق ضربة أخرى موجعة،
وهذا ما لا نتمناه، ولكن العراق أعتقد أنه بمأمن من مفهوم الحرب الواسعة الشاملة، لأن هؤلاء لن يحاربوا. إذا رأوا أن العصا غليظة، الإيرانيون سيستسلمون وسيركعون من جديد وينفذون الأوامر التي تصدر من الولايات المتحدة حصراً. نعم، في ختام الحوار أشكرك أستاذ مكي، شكر جزيل لمشاركتك معنا. شكرا لكم وبارك الله عليكم ووفقكم في مسعاكم لخدمة العراق. والشكر موصول لكم مشاهدينا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.